نعم، نتمنى أن يكون هذا الأمر مجرد مرحلة ظرفية من أجل خدمة مصالح تركيا بالدرجة الأولى، لكن ولا أعتقد أنها ستكون بمثابة تحول نوعي وجذري في السياسة التركية، ولكن ينبغي التوقف عند السياسة المزدوجة التي يتبعها النظام التركي، نظام أردوغان وحزبه منذ استلامه السلطة قبل سنوات طويلة. يجب على الحزب، حزب أردوغان، أن يحسم خياراته الإقليمية والدولية بشكل واضح بما يتماهى مع تاريخ الشعب التركي المسلم وحضارته العريقة. لا يمكن لتركيا أن تكون عضوا فاعلا في حلف الناتو ودولة عربية وإسلامية فاعلة في المنطقة في الوقت عينه. لا يمكن لتركيا أن تكون عضوا تطلب عضوية في الاتحاد الأوروبي وأن تكون دولة شقيقة أو صديقة للشعب الفلسطيني والشعوب العربية والمسلمة في الوقت عينه. هذه الازدواجية التي يعاني منها النظام التركي الحالي يجب أن تحسم لصالح خيارات محددة وواضحة تخدم مصالح شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها لأمد متوسط وبعيد، وليس لخدمة مصالح ظرفية وآنية. بناء على ما ذكرت أستاذ حسن، يعني بالنسبة لازدواجية تركيا في التعامل مع القضية الفلسطينية، ومعروف أن أردوغان رجل براغماتي، يعني هل سيضحي أردوغان بورقة الفلسطينيين وشعاراته الزائفة بدعم القضية الفلسطينية لحساب كسب أو تطبيع عودة العلاقات مع إسرائيل؟ يعني لا نتمنى أن يحصل ذلك، لأن الشعب التركي بأغلبيته هو شعب مسلم ويؤيد القضية الفلسطينية ويدافع عن الشعب الفلسطيني بكل قوة، كما رأينا في حادثة أو مجزرة سفينة مرمرة في العام 2010 وما بعدها من مظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني، وحتى المظاهرات الأخيرة التي وقعت رفضا لزيارة الرئيس الكيان الإسرائيلي لتركيا في شهر شباط الماضي. لا نتمنى أن يحصل ذلك. على كل حال، النظام التركي الذي يعاني كما طبعا أستاذ حسن لا أشرت في تتمنى التقرير، حدوث ذلك، لكن اليوم هناك بالأحداث التي حصلت في تل أبيب منذ أيام أدانها النظام التركي بهذه الأحداث التي وقعت في تل أبيب من قبل الجانب الفلسطيني، وأيضا طالب قيادات في حماس بمغادرة تركيا. يعني هذا تطور سلبي وخطير، لا أعتقد أن الأمور ستتطور أكثر من ذلك. هو نظام براغماتي، لا يريد نظام أردوغان لا يريد أن يخسر الكيان الإسرائيلي وتحالفه مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، وأيضا لا يمكن له أن يخسر عمقه العربي والإسلامي السياسي أو الشعبي بهذه البساطة. هو يقامر في بهذه السياسة، وعليه أن يتوقف عن تقديم التنازلات لأعداء الأمة وأن يعمل من أجل خدمة مصالح هذه الأمة. طيب أستاذ حسن، بالدرجة برأيك هل النظام التركي بحاجة إلى هذا التطبيع الإسرائيلي مع تركيا بعد التقارب الإسرائيلي مع بعض الدول العربية برأيك؟ يعني هي سياسة براغماتية ولكنها ليست سياسة مبدئية أو يعني تتسق مع قيم تركيا ومبادئها العليا. على نظام أردوغان أن يغلب القيم والمبادئ التي يعلن دوما إيمانه بها، مثل دعم قضية فلسطين بالمطلق، على مصالح معينة مثل نقل الغاز الإسرائيلي عبر تركيا إلى أوروبا ومشاكل من أمور. أشكرك جزيل الشكر من بيروت حسن صعب، باحث ومحلل سياسي، شكرا لك.